مساء الخير يا كابتن احمد، وتحيه لجميع مشاهدينك الاعزاء. ربنا يخليك يا رب. يعني برزنتيشن ولا المتحده ولا الدنيا ماشيه ازاي، وقصه تفاصيل عقد النادي الاهلي، لانه الامر يستحق ان احنا نتحاور فيه. انا هتكلم في الموضوع بهدوء شويه، علشان فعلا الموضوع بصراحه محتاج توضيح، لان هي رحله يمكن ابتدت من حوالي 9 أو 10 شهور. سبورتس يونايتد اللي هي تعتبر الوافد الجديد لعالم التسويق والاستثمار الرياضي، حلو، زي ما بقول لك احنا ابتدينا بالظبط من حوالي 9 أو 10 شهور مع شركه الاهلي للكوره. كويس. وده كان من قبل الاعتماد الاخير طبعا لشركه الكوره بقياده رجل الاعمال المحترم العزيز بالنسبه لي انا شخصيا بصراحه الاستاذ ياسين منصور، رئيس مجلس اداره الشركه، والمدير التنفيذي عمرو شاهين. وطبعا كان كل الخطط اللي بتتحط دي كانت تحت اشراف مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. طبعا احنا عملنا استراتيجيه جديده خالص تم الاتفاق عليها، اللي بتضمن امتلاك شركه الاهلي واللي هو تباعا امتلاك النادي الاهلي لحقوقه. يعني ما حدش اشترى حقوق رعايه النادي الاهلي. كويس. فالحقوق التجاريه هي ملك للنادي الاهلي عن طريق شركه الاهلي، على ان تكون سبورتس يونايتد هي الوكيل الاعلاني الحصري لبيع الحقوق التجاريه.